أصحيح ما سمعته يا أسامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو صحيح؟ بلى، هو ما سمعت. وهل أحضرتم له طبيب؟ إنها وعكة مفاجئة، وقد سلم أمره لله راضيا مطمئنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما حال الصديق يا أسماء؟ نرجو من الله عز وجل أن يبرأ من كل مكروه، ولكن ما الذي جرى؟ اغتسل فخرج، وهو الآن يشتكي من الحمى والمرض. عفاه الله من مرضه وجعله له أجراً وثواباً في الدنيا والآخرة. آمين آمين يا الله. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع يرثى له، عافاك الله أيها الصديق، عافاك الله وأبرأك من مرضك. اللهم اختر للصديق ما تحب وترضى، اللهم اختر للصديق ما تحب وترضى. اللهم لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه. السلام عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا عبد الرحمن. السلام عليك يا زيد. كيف أنت الآن؟ بخير من الله ولله الحمد. ماذا تقول في عمر بن الخطاب يا زيد؟ نعم الرجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جريء في الحق، شديد في ذات الله، لا يحابي ولا يماري. يرحمك الله يا زيد. ماذا يقول الأنصار لو تولى عمر بن الخطاب الخلافة؟ إن عمر أهل لها، وأين في الناس مثل عمر؟ بارك الله فيك يا زيد. وما قولك في عمر يا أبا محمد؟ أنت به أعلم يا أبا بكر. سأعهد إليه بالخلافة، فما رأيك فيه؟ هو والله أفضل من رأيك به، ولكن به غلظة. ذلك لأنه يراني رقيقا، وإن أفضي الأنب إليه لترك كثيرا مما هو عليه. يا أبا محمد، قد رمقته، فرأيتني إذا غضبت على الرجل في شيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه، فما تقول؟ اللهم إن علمي به أن سريرته خيرا من علانيته، وأنه لا يوجد فينا مثله. اقترب يا عبد الرحمن، اقترب. يا ابن عوف، هذه وصيتي للناس، اقرأها عليهم، وإنني أشهدكم أنني استخلفت على الناس خير الناس. اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مضيع. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام، السلام أمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك،
السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك، السلام عليك. يا معشر المسلمين، لقد توفي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مات أبو بكر الصديق، لقد توفي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مات أبو بكر الصديق، لقد مات أبو بكر الصديق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات أبو بكر الصديق، لقد مات أبو بكر الصديق. بسم الله الرحمن الرحيم. من العبد لله أبي بكر، هذا ما أوصيت به راجيا من الله أن أكون طائعا مطاعا. إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فأوصيك يا عمر بتقوى الله. يا عمر يا ابن الخطاب، إن لله حقا في الليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألا ترى يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق، وحق لميزان أن لا يوضع فيه غدا إلا الحق أن يكون ثقيلا. ألم ترى يا عمر، إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. ألم ترى يا عمر، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغباً راهباً لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقى فيها بيديه. فكن مع الله يا عمر ولا تبالي، وكن حاملاً للحق في وجه الباطل، لا تخشى في الله لومة لائم، وإني أستودعك المؤمنين أمانة، فكن لهم خير خليفة وخير أمين. يا عمر يا ابن الخطاب، إن هذا الدين أمانة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا، فاحفظ الأمانة وصن العهد، تنل الرضا من الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبد الفقير إلى رحمة الله أبو بكر. رحم الله أبا بكر صاحب رسول الله وخليفته، رحم الله الصديق. كم تحمل، كم عانى في سبيل الإسلام، كم. سنتان وبضع شهور أمضاها في تثبيت أركان الإسلام والقضاء على الردة. رحمك الله، رحمك الله، رحم الله الصديق.